بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، يعني الحمد لله رب العالمين، تم يعني التبرع من قبل الإخوة الأفاضل، بارك الله فيهم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أهلهم وفي ذويهم، وأن يربي له أولاده تربية حسنة، أمين رب العالمين، بارك الله في الجميع. فهذه يعني دعوة الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يؤلف قلوب هؤلاء، وهذه صدقة يعني، وأحب الأعمال، أحب الأعمال الله عز وجل الصدقة، فجزى الله خيرا من كرم بهذا العمل ومن تبرع بهذه الأشياء، بارك الله فيكم جميعا.